وفرصة لأبو بكر الذي سجل في الدور الأول والثاني في الموسم الماضي على حساب 9 أهداف. تخيل ثلثها كانت في مرمى أبها. فكرة أمامية وعرضية وخطيرة جدا وفرصة عند الغنام، يحاول الكرة طالت عليه لكنها تحصل عليها وأعاد إلى الخلف عند الرجل الذي يحضر هنا. كرة خطيرة وكرة وهدف نصراوي أول، هدف نصراوي أول، جول! لويس غوستافو يسجل هدف النصر الأول، هدف النصر الأول. خطأ فادح وكبير، يستغل لويس غوستافو ويسجل هدف النصر الأول. 1-0 في الدقيقة 5 من زمن الشوط المباراة الأول. شوف الخطأ، شوف عبد الله الزوري حاول، عاد لحارس المرمى. كبيرة جدا، لويس غوستافو لاعب إلى الأمام، الفنان حط الكرة على الجهة اليسرى عند غريب. طالت الكرة على غريب، راحت الكرة على غريب، ورباعية نظيفة على حساب الباطن. لويس غوستافو يربي قبل أن يحضر لتدريب أبها، وعندنا كرة راحت إلى خارج أرضية، محاولة وتغطية موجودة، والكرة راحت لغريب. تقدم إلى الأمام غريب لأبو بكر، والتمريرة لم تكن متقنة من جانب أبو بكر. هنا كرة للخطير الفنان تاليسكا أمام ساري عامر بسبب الإصابة. كرة أمامية وفرصة وكرة خطيرة جدا أمام تغطية من جانب حمسل الذي فقد الكرة. سعيد الحمسل، وراحت كرة إلى ضربة زاوية نصراوية، ضربة زاوية نصراوية على يمين حارسية. غريب يلعب الكرة الأرضية والمحاولة الرأسية وبعدت الكرة. يتقدم في كرة إلى الأمام، أمام تغطية موجودة ومحاولة ما زالت متاحة، وحكم المباراة يشير إلى صفرة وبطاقة صفراء، صفرة وبطاقة صفراء على زكريا سامي. العرضية من سامي الناجعي، والكرة الأرضية ملعوبة أمامية وطويلة جدا، أطول من الكل، وكرة تعود مرة أخرى خيبري أمامية وطويلة، طويلة على سلطان، طويلة على الغنام. سلولي عرضية وكرة خطيرة جدا وفرصة أمام المرمى. كايسيدو نصراوية، النصر جميل ورائع، وفرصة وأبو بكر وين ممكن؟ الله على المرور والتقدم، والكرة تعود من جهة غريب. عرضية وكرة طويلة أطول من الكل، وساري عمر يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية نصراوية، وتغطي الجهة المخصصة لها تماما في مباراة اليوم. مساندة لأبها، مراقبة ومتابعة، كنترول وكرة وفرصة، والنجعي حط منع هدف نصراوي ثاني، لكن تعود فرصة لسامي والتصويب من النجعي. الكرة عرضية منتظرة وكرة، وكرة تضيع، وكرة تضيع، وحكم المباراة يشير. تمريرة لأبو بكر، وراح أبو بكر، وكرة طالت على فينسنت، يحاول غريب يمرر، والكرة تصطدم وتعود إلى الخلف عند عبد الله الزوري، وحكم المباراة يشير إلى بطاقة صفراء، إلى بطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء لويس غوستافو، تدخل في الكرة في كرة على اليسار، فينسنت ضيع الكرة، ضيع الكرة، طالت عليه، لكن غير معقول، يعني في شيء مو طبيعي في فينسنت أبو بكر. حتى كرة لوحده، فينسنت لوحده حاسما، وهنا عرضية وكرة، والعمري والتدخل من جانب الشمري. بالسلامة لعبد الله العامري، بالسلامة لعبد الله العامري. سقط عبد الله الأسباب لأبها، بينما خالد الغنام وصاد علي أبرز الأسماء، وأيمن يحيى
أبرز الأسماء الموجودة على قائمة البدلاء بالنسبة لرودي غارسيا في مباراة اليوم. حكم المباراة يتوجه لتاليسكا للاطمئنان على سلامته. الطرف الأيمن تمريرة أمامية من جانبي سعيد الحمسل، طالت كرة الحمسل وراحت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة بالمهارة والتقدم والعرضية وكرة خطيرة جدا، تمريرة وكرة وفرصة. الله على كرة، الله على نصر، تمريرة جميلة من النجعي للغنام، سجل الغنام هدف النصر الثاني، هدف النصر الثاني. جميل الكرة ولقطة رائعة وتمريرة طويلة من النجعي عند الغنام في المكان المناسب، سجل الغنام الهدف الثاني وتقدم النصر مرة أخرى. وفي الدقيقة 5 في الشوط الثاني، شوف الكرة، شوف اللقطة، حطها سامي، حط ساري عمر العرضية والكرة كويسيدو والرأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. جميل الكرة والرأسية من جانب كايسيدو لكنها بعيدة بالقدم اليمنى ثم بالقدم اليسرى، حط الكرة فوق حارس المرمى وسجل. هنا إصابة بالسلامة، بالسلامة، سلامة لغريب. لقطة عند غريب والعرضية تلعب والكرة خطيرة وكرة والرأسية من جانب العمري لكن عبدالله الشمري يتدخل، عبدالله الشمري يتدخل ينجح في إبعاد كرة. محاولة الآن وتمريرة على الطرف الأيمن، حمسل يمرر خاطئة في التمرير من سعيد، قطعت كرته وراحت نصراوية. وعدنا كرة خطفها أبو بكر وتمريرة وكرة لكن خاطئة في التمرير من جانب فينسنت والكرة تقدم سلولي، عرضية وكرة خطيرة جدا لأبا، دفعة واحدة سعد بقير وعبد الفتاح آدم، حاول الطيب فرصة لأبا خطيرة جدا ومزياني، خطأ على مزياني، خطأ على الطيب مزياني. عرضية ومحاولة خطيرة جدا وكرة لتاليسكو، صوب تاليسكا لكن الشمري في المكان المناسب، الشمري في المكان المناسب يبعد الكرة، ينجح في إبعاد القصار، يحاول يلعب كرة عرضية لكن التغطية موجودة والكرة تلعب. ممتازة لعبد الفتاح آدم وكرة لبقير، فرصة من الغنام، ما زالت نصراوية، ما زالت نصراوية، جوستافو نصراوية وتمريرة وكرة لأيمن يحيى والتصويب. الله 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 على هدف، الله على هدف، الله الله على هدف نصراوي جميل من جانب أيمن يحيى. Brolin. It's with Joao Cancelo. Tchouaméni. Cristiano Ronaldo. Mendy has it. Well, they're attacking, but time is the great enemy. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Oh, a goal! That levels it in the closing phase of this game. Well, here's the replay, and he's got to clear his lines there. He doesn't do that. He has his pocket picked, and he's been right. Joao Cancelo. Brolin.